الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعوا في البيت. اليوم رح نكون عم نشتغل combination of cardio exercises مع lower body exercises. رح كون عم بلش بـ warm up لمفصل الورك. رح كون مثل ما أنا ثابتة بمحلي عم ببرم جري بهالشكل، لأنه رح يكون في كيكس وسكواتس بالتمارين. هذا الشيء كتير بيساعدني كمان تقريباً 10 مرات بدرم قد ما فيي على الواسع. كمان shake the legs مزبوط، بنعلي الإجر لعنا دايماً. خدوا هيدا الاتيتيود أنه الإجر هي اللي عم تطلع لعنا. حاولوا ما تحركوا ظهركم، خليكم stable بالكور. كمان بعد مرتين، آخر مرة. رح بلش بأول اكسرسايز. رح كون عم بطلع على بلاتفورم مثل ما شايفين، منو كتير عالي، انتو فيكن تعلو إذا بدكن. رح بلش ني أب، إجر دايما هي عم تطلع لعندي مع إيدين لفوق، جمت صغيرة، فينا نعير وقت إذا بدكن. كمان جمب، تقريبا 30 seconds lift لعندكن. بعد مرتين، آخر مرة بريح أنا وعم بتحرك. نفس اكسهيل اوت. رح غير التمرين، رح كون عم بطلع واشتغل ستريت كيكس لقدام. ني اب كيك. كمان نفس الإجر. كيك اند ريتش. طبعا اللي مش قادر يوصل قد ما بيقدر يوصل بإجره بأثر، بتحسن مع الوقت. تقريبا 30 seconds 20 to 30 seconds على كل جهة. رح كون عم بطلع up and kick، غيرت الجهة. كمان ما بأثر إذا وصلت الإجر بس لهون، مع الوقت بتطلع. كمان كيك لفوق، الإجر هي عم تطلع لعنا، ظهر ثابت. بعد مرة نريح، نحن عم نتحرك مثل العادة. رح ننقل لنشتغل سايد كيك بنفس الطريقة. رح نشتغل فأذن أب سايد كيك سويتش، هالمرة دغري. كمان سايد كيك. كمان إجر مشدودة. آخر مرة بنريح، نشتغل ستيب تاتشز عم نريح فيهم. رح ننتقل لا في ستيب بهالشكل، جامب سكوات. كمان جمب في ستيب جمب. كمان
نكمل دايما soft jump، نخبط الإجرين على الأرض عمهلنا، بعد مرة هيدا آخر مرة، break step touch، ناخد نفس. هلا رح نزيد على الجمب سكوات، نزلي لتحت plank position، رح ننتقل كمان نرجع نطلع بنفس الطريقة. يعني رح نبلش jump، ايدين على الأرض jump، كمان jump back and up. هالمرة رح عيدها ورح ابقى بالplank شوي hold. فأزبط jump down jump plank hold، منشد الإجرين and back and up. كمان منسكر down jump and hold jump and hold and up. ناخد نفس كمان up hold and up. كمان two more. Let's go jump hold. بجيب إجري لعندي وبطلع، ناخد نفس آخر مرة كمان and up. ناخد نفس exhale out shake the legs. دقيقتين break maximum، نشرب مي فيها، نتحضر للجولة الثانية على القليلة من هيدي التمارين. بتمنى لكم نهار حلو كله نشاط وإيجابية، وشوفكم بتمارين جديدة بكرة.